نحلة حمت فوق الفردوس والبستان المقدس المزهر، بستان كتابات الروح وآبائنا القديسين، من وضعوا أساس الإيمان وعلموه، وأنت منه ارتشفت الندى الذي ذا العطرة لتصنع شعاع الإيمان وعسل المعرفة. فكل المؤمنين من ملوك ومن العامة يتناولون منه لأجل الصحة الروحية، ولك يرنمون. اشفع لدى الرب كي يمنح الغفران للمعيدين باشتياق تذكارك.